طيب مؤمن زكريا النهارده يعني كان ليه حاجة خاصة بالمستشار تركي الشيخ، وخد يمكن صورة نقلا عننا، فخلينا نقول يعني إذا كان لديك تفاصيل إن مؤمن زكريا يعني تمنى السلامة والعافية للمستشار تركي الشيخ. طبعا مؤمن زكريا يعني كان كلامه، لكن انا يعني هو على تويتر ما كتبش حاجه، لكن حتى على اكيد اكيد الانستغرام. الكل ممكن على الفيسبوك كتب. طبعا مؤمن زكريا لاعب كبير وبتربطه بعلاقته كويسه جدا بالمستشار تركي الشيخ. حسام عاشور ايضا برضو كتب على الستوري في الانستغرام يعني بيتمنى له السلامه. حسام عاشور قال الف سلامه على معالي المستشار تركي الشيخ، وربنا يرجعك لاهلك ووطنك بخير وسلام ان شاء الله. فيعني اكيد كلنا تمنينا للمستشار تركي الشيخ. برضه في العديد من صفحات جماهير النادي الاهلي بصراحه كتبت هذا الكلام، قهوه استاد الاهلاويه اتكلموا، كل يعني عديد بدون ذكر اسماء العديد من صفحات السوشيال ميديا المنتميه لجماهير النادي الاهلي تمنت الشفاء للمستشار تركي الشيخ. يمكن انا قلت امبارح نتفق نختلف، لكن في النهايه المرض كلنا بندعي كلنا بنتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي الشيخ اكيد يعني. طيب خلينا واحنا بنتكلم عن معالي المستشار تركي الشيخ ننزل لكم الصوره اهي، يعني الصوره اللي نزلها على انستجرام دي اول صوره ليه بعد الافاقه. الحمد لله يعني ربنا كرمه وتمت الافاقه بسلام بعد فتره من المعاناه نتيجه لطول السفر والتعب اللي حل عليه فجاه وللتطور اللي حصل على حالته الصحية في المملكة، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى في نيويورك. دي أول صورة لي في الجناح الخاص به بعد الخروج من العناية المركزة. وكمان بعض الأصدقاء المقربين للمستشار تركي الشيخ كتبوا على تويتر إنه يعني الحمد لله أول صورة للمستشار تركي الشيخ بعد أن استقرت حالته الصحية وانتقل بالتصريح من الأطباء لجناحه الخاص بالمستشفى في نيويورك استعدادا لإجراء العملية الجراحية أو ما يقرره الأطباء. ده آخر تطورات الحالة الصحية للمستشار تركي الشيخ النهاردة. الناس اللي بتسأل الراجل النهاردة زي ما جالي من بعض المقربين لي كان سعيد جدا 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 يا أحمد، كان في منتهى السعادة من ردود الفعل اللي جياله من مصر وبالذات من بعض الأهلوية، ورفعت من معنوياته وكان سعيد جدا برد فعل المصريين والسعوديين طبعا، وقال يعني هذا الحب يعني هو الذي يعطيه القوة من أجل أن يتغلب على هذا المرض. ولكن إن شاء الله بإذن الله يعود غانم سالم ومليون سلامة لمعالي المستشار تركي الشيخ. هل لديك أي أخبار أخرى يا أحمد؟ أحمد هل لديك أي أخبار أخرى؟ يا أحمد خليني اوضح برضه، يمكن قطاع الناشئين في النادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم ربما خلال الساعات القادمه خالد بيبو خط تصور، بما ان خالد بيبو مدير قطاع الناشئين عمل تصور كامل كده هيعرضه على الكابتن محمود الخطيب خلال الساعات القادمه ربما الاربع كمان، هيكون في اجتماع علشان يكون الصوره واضحه بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. احنا قلنا هيكون في تغيير في اسامي المديرين الفنيين والمدربين في قطاع الناشئين. كمان النادي الاهلي من المنتظر خلال الساعات القادمه يعلن عن هويه المدير الفني الاجنبي اللي بشكل كبير ربما يكون برتغالي الجنسيه علشان يتولى كمدير فني لقطاع الناشئين، مش هيبقى شغال مع فريق بعينه، هيبقى ليه مسؤوليات على قطاع الناشئين بالكامل، بيتكلم معاهم بشكل فني وبشكل خططي، ومش هيكون ليه اي علاقه يعني بالجهاز الفني للفريق الاول، هيكون في تنسيق ما بينه وما بين مستر فايلر وجهاز المعاون، لكن مش من ضمن صلاحياته ابدا اي اختصاصات مع الفريق الاول، لكن هيكون في تنسيق ما بينه وما بين مستر فايلر. برضه مهم نوضح ان كل جماهير النادي الاهلي احتفلت بعيد ميلاد الاسطوره كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق، طبعا مهما تحدثنا عنه مش هنوفي له حقه، كابتن حسن حمدي اسطوره بشكل كبير، ويمكن صفحه النادي الاهلي احتفلت بعيد ميلاده، نفس القصه كمان صفحه النادي الاهلي احتفلت بمرور 9 سنوات على توقيع وليد سليمان وتواجده داخل جدران النادي الاهلي، طبعا الحاوي وليد سليمان يؤكد قد ايه هو
صحة بكتير علشان يكون موجود داخل القلعة الحمراء. ويمكن انا عارف انت بتربط علاقة قوية ما بينك وما بين الحاوي، احنا كمان بنحبه وكل الاهلاوية طبعا بيحبوه، طبعا. فوليد سليمان اكيد اكيد جماهير الاهلاوية بترتبط بيه بعلاقة حب متواصلة. طيب خلينا برضه نقول ان هناك انباء على ان الكابتن حسن حمدي ربما يكون الرئيس الشرفي القادم للنادي الاهلي. انباء كثيره جدا تتردد في الاوساط داخل النادي الاهلي انه هناك نيه ورغبه لدى المسؤولين في النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على منح الكابتن حسن حمدي الرئاسه الشرفيه. كابتن حسن حمدي تحقق على يديه 22 بطوله، وهو الرئيس التاريخي من حيث عدد البطولات في يا استاذ عماد رمضان في النادي الاهلي على الاطلاق. يعني اعطي للراجل حقه وتاريخه العظيم. اختلفنا معه كثيرا واتفقنا معه قليلا، ومن الجرأة ان نقول ذلك، لم نرى منه الا دماسة الخلق، لم نرى منه الا الاحترام، لو نرى منه الا التقدير. 27 بطولة كمان، حد بيقول لي حمادة تيتو بيقول لي 27 بطولة بكل البطولات، اجمليها 27 بطولة، ولكن يظل هو الرئيس التاريخي من حيث عدد البطولات للنادي الاهلي. هناك قول متداول انه ربما يكون رئيسا شرفيا للنادي الاهلي، وكلام كتير جدا اتفجر بالكلام ده، ويمكن اول من لمح بذلك هو الكابتن احمد شوبير. كمان جوسيان المدير الفني اليوناني لوادي دجلة السابق هو المرشح الاول لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده برضه بعض الحاجات المتداولة، بعض الحاجات المتداولة، خلي بالك بعض الحاجات المتداولة، ان هناك يعني كلام ان اليوناني الجوسيان المدير الفني السابق لوادي دجلة ربما يكون المدير الفني لقطاع الناشئين، او تكسس جونيس. اسمه تكسس جونيس ولا جوسيان يا تكسس جونيس يا احمد؟ تكسس لا، هو اتقال اسم تاكس جونيس طبعا اللي هو المدير الفني لوادي دجله، لكن حتى هذه اللحظه مش من الواضح، لكن هو من معلوماتي ان هو مش من ضمن، يعني يمكن هو من ضمن الملفات المطروحه ومن ضمن الاسماء المطروحه، لكن معلوماتي ان هو بيبعد شويه. تاكس جونيس طبعا من المديرين الفنيين، هو اسم يوناني وكان معروف بالفعل على طاوله لجنه التخطيط، من الوارد يكون، لكن معلوماتي ان هو يعني بيبعد شويه عن تواجده كمدير فني قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني ربما تكون النيه تتجه الى المدرسه البرتغاليه، جونيس البرتغالي. وارد جدا ان كل الكلام ان الجنسيه تكون برتغالي. خلينا برضو انه يعني نقول ان خلال الساعات القادمه الصوره تكون اكثر وضوحا، لان ده ما كانش فكر موجود داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كان في غربله، كان في والله يعني والله يا احمد والله يا احمد، ولكن الرؤيه ان يكون في مدير فني اجنبي. الامور تطورت خلال الساعات الماضيه والله العظيم. لو مسك الراجل بتاع اليونان بتاع وادي دجله ده لا ينقل قطاع الناشئين نقله تاريخيه، بس يا ريت هو يوافق ويدرب قطاع الناشئين. ده عبقري، ده ملوش حل. تخلى تاكسيس جونيس اليوناني ده المدير الفني لوادي دجلة السابق، اقسم بالله خلى قطاع الناشئين والفكر في وادي دجلة متطور لخمسين سنة لقدام، وشغالين على فكره حتى الآن في وادي دجلة. طبعا من المديرين الفنيين كمان اللي عندهم تاكتكس عاليه جدا، وكان واضح حتى في اداؤه مع وادي دجله صح، رغم ما تعرض لهم من انتقادات لو حضرتك تتذكر، ولكن الراجل يعني اثبت بعد ذلك قيمته الفنيه. المهم يعني انا شايف ان هو زي ما بيقول مينا يوسف، بيقول لك الكلام معاه مفتوح، وربما يكون اقترب من التعاقد. وبرضه المدرسه البرتغاليه يعني حد بيقول لي اشرف جوده دفاعاته ضعيفه، دفاعاته ضعيفه لانه مسك اللعيبه كبيره في السن، لكن لو بدا مع قطاعات ناشئين انسى، هيعمل لك صواريخ كرويه مش لعيبه كرويه. اشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا جزيلا وتحياتي ليك ولكل متابعينا. شكرا جزيلا يا ابو حميد. يعني يا ريت يعني انا مش ناسي ايام ما كنت بغطي النادي الاهلي زمان، كان الراجل الهولندي انا ناسي اسمه، شوف الطفره اللي عملها، قعدت لي كام سنه في النادي الاهلي، اللي كان جايبه الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه، انا ناسي اسمه، لو حد فاكره يذكرني، لو حد فاكر كروفر، برافو عليك، اشكرك يا استاذ سمير كروفر.
يعني كروفر يا جماعة أنا اتعاملت معاه وعملت معاه حوار، ده كان بيوصل النادي الأهلي 7 صباحا. لا لا ده هونمان كان ماسك الفرقة الكبيرة يا عم. كروفر ده يا جماعة كان لسه مدينة نصر بيتبني جديد، ده كان بيجي النادي 7 صباحا، ده كان راجل ملوش حل. كروفر، كروجر ده اللي كان ماسك المقاولين والاتحاد يا استاذ محمد الزميتي، كروفر صح، واخد بالك انت؟ ده ملوش حل، انا عملت معاه حوار، راجل دامس الخلق ومحترم، يعني فعلا الاهلي محتاج يعيد ده، والاهلي يستحق ان يكون رئيس قطاعه اجنبي بصراحه يعني.